مرحبا بكم. في هذا المقطع نهدف إلى عقد مقارنة بين الاختلافات الأيديولوجية والثقافية لشخصين لا يجمعهما سوى أنهما استطاعا الوصول إلى مقعد الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية. لا نقصد إهانة أحد أو انتقاد طريقة تفكيره، ولكن قبل البدء بالفيديو ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. عشرا، الدراسات السياسية. على الرغم من أنه ليس سرا أن دونالد ترامب هو اليوم رجل أعمال ملياردير وناجح، إلا أن هذا لا يمنع أنه بالنسبة للسياسة في الحقيقة لا يعلم شيئا على الإطلاق. فعندما كان هذا الرجل شابا كان يرفض تماما التدخل في الأمور السياسية، في حين أن باراك أوباما قبل الوصول إلى مقعد الرئاسة كانت لديه مسيرة سياسية طويلة، حيث كان يعمل كمنظم اجتماعي وكان يمارس عمله باعتباره محاميا للحقوق المدنية منذ عام 1997 وحتى عام 2004، ثم أصبح عضوا برلمانيا لإينوي منذ 3 يناير من عام 2005 حتى استقالته في 16 من نوفمبر من عام 2008، ولينتهي به الحال وقد أصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. تاسعا، الحقوق الشخصية. يقال أنه لكل شخص الحق في التصرف بحياته مثل ما يشاء طالما لا يؤذي أحدا، إلا أن الجميع لا يتشارك هذا الفكر. فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالإجهاض، يعتقد أوباما أنه لكل امرأة الحق في اتخاذ قرار الإجهاض من عدمه، وعلى العكس من ذلك ترامب معارض لذلك تماما ويعتقد أنه يجب وضع عقوبة لذلك في كل الأحوال، ويسري ذات الشيء على زواج المثليين. فخلال حكومة أوباما كان هناك دعما كبيرا لرابطة المثليين، أما ترامب فقد صرح عن كون هذا غريبا بالنسبة له، ولكن منذ انتهاء حملته الانتخابية وحتى وصوله إلى مقعد الرئاسة لم يقم بأكثر من مجرد تصريحات في هذا الإطار. ثامنا، شؤون داخلية. فيما يخص الشؤون الداخلية نتحدث عن اختلافات كبيرة. فعلى سبيل المثال يعتقد أوباما أن أفضل وسيلة من أجل مواجهة الإجرام هو التعليم، وبما في ذلك توجيه المجرمون داخل السجن، فيما يعتقد ترامب أن الضرب بيد من حديد هو أفضل حل، وأن تغليظ العقوبات لكل الجرائم هي أفضل طريقة للحد منها. وبالنسبة للأسلحة، أعرب أوباما عن أنه غير سعيد باليسر الذي تمنح به الحكومة ترخيص امتلاك السلاح، فيما يعتقد ترامب أنه يجب أن تمتلك كل عائلة سلاحا واحدا على الأقل. أما الشيء الوحيد الذي يتفق عليه كل منهما فهو أن الماريجوانا يجب أن تكون قانونية في كل أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. سابعا، شؤون دولية. إن السبب الرئيسي وراء شعور أغلب الرؤساء ببعضهم البعض تجاه دونالد ترامب هو لا مبالاته تجاه باقي دول القارة الأمريكية. لقد أعلن دونالد ترامب أنه ينتوي إغلاق التجارة مع دول أخرى إلى جانب زيادة إجراءات الأمن في الحدود معهم، وعلى الرغم من ذلك لم يتحدث ترامب بالسوء عن أي دولة قط. وعلينا تقبل أن الولايات المتحدة قد استوعبت الكثير من المهاجرين أكثر من أي دولة أخرى. سادسا، سمات شخصية. أما ما علينا جميعا معرفته عن هاتين الشخصيتين فهو الاختلاف الكبير بينهما فيما يخص سمات الشخصية. يبقي أوباما دائما على ابتسامته ولم نره يفقد عقله نتيجة نوبة غضب على الإطلاق، وعندما لا يعلم ما يجب أن يفعل فإنه يبقى هادئا ويتشاور في الأمر مع مستشاريه لاحقا. وعلى الجانب الآخر ترامب إنسان مزاجي، وهو ما يمكننا ملاحظته بسهولة إذا ما نظرنا على حساب تويتر الخاص به. خامسا، فضائح الحملة الانتخابية. أطلق باراك أوباما حملة انتخابية نظيفة خلال رحلته للوصول إلى مقعد الرئاسة. أما عن ترامب فقد كانت حملته الانتخابية هي الأكثر إثارة للجدل على الإطلاق. لقد سب ترامب والد رجل كان ابنه قد توفي خلال خدمته في الجيش الأمريكي، كما أنه أطلق على اللاتينيين كلمة مغتصبين، وأظهر احتقاره للمسلمين، هذا إلى جانب عشرات الحالات من التحرش الجنسي وتعليقاته الكارهة للنساء. رابعا، بيانات ضريبية. مثله مثل أي مرشح للرئاسة أعلن باراك أوباما بوضوح كل بيانات الضرائب الخاصة به دون أدنى مشكلة. وعلى الجانب الآخر متذرعا بالخطر الذي قد يحيق به، رفض ترامب الإعلان عن بياناته الضريبية ولم يأبه بمدى تأثر حملته الانتخابية من جراء ذلك. ثالثا، صراع المصالح. من أجل التأكد من عدم سعي الحكام خلف مصالح فحسب، فمن المعتاد في الولايات المتحدة الأمريكية أن يقوم أصحاب الشركات الكبيرة ممن يصلون إلى مقعد الرئاسة ببيع أصولهم أو البحث عن مدير غريب. وكان أوباما قد باع شركة صغيرة كان يملكها، فيما أبقى ترامب على كل شركاته في أيدي أبنائه، حتى أن هذا قد أثار حفيظة الكثيرين من المتعاطفين معه. ثانيا، التخويف.
خلال حملة الانتخابية، ظهر ترامب في العديد من وسائل الإعلام بشكل مبالغ فيه، وهذا نظرا لاتهامه بالتحرش وبشاعة أجواء الكراهية، وخصوصا بين العديد من العاملين لديه والذين قام بفصلهم من العمل واستبدالهم. هي صراعات لم يتورط بها أوباما نهائيا. أولا وأخيرا، مركز العالم. ليس سرا أن لترامب رأي مدهش عن نفسه، فهو يعتقد أنه الشخص النافع الوحيد في هذه الحكومة، وقد ظهر ذلك في العديد من المواقف. وعلى الجانب الآخر، كان أوباما يثق في العمل الجماعي وفي من حوله. يمكننا رؤية أوباما وهو يسير تحت الأمطار فيما تحتمي زوجته تحت المظلة، وفي الصورة الأخرى نرى ترامب وهو الوحيد الذي يستخدم المظلة. هي لا تمطر، ولكن من المؤكد أنه ليس الوحيد الذي تزعجه أشعة الشمس. كان من الممكن أن يغطي أحد الزملاء أيضا. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.